عايزين نبدأ معاكم بخبر مهم. كل الناس دلوقتي بتقول عن حالة الجو اليومين دول أو الكام يوم اللي فاتوا، كان في حالة غريبة جدا، الصبح أتربة وبالليل برد جدا، وطبعا دي سمات فصل الربيع اللي مكمل معانا لغاية شهر 6. وزارة الصحة كان ليها تحذير مهم جدا لمرضى حساسية الصدر اللي بيعانوا من ضيق التنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية، وقالت الوزارة إنه من الضروري جدا وسط التقلبات اللي بتحصل في الجو إننا نلبس كمامات لما نخرج من البيت. تاني احنا ما صدقنا، يعني ليه يا عبد الغفار كده؟ بصي طبعا انا بستغرب دايما سبحان الله ان يبتدي الربيع بشويه الرياح والعواصف الترابيه. هقول لك، وده قال ان ده لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وإن الناس اللي بتعاني من أي أمراض صدرية ما تخرجش إلا للضرورة. وزارة الصحة قالت كمان في رسالتها إنه في حالة ظهور أي أعراض تنفسية أو مرضية خلال فترة التقلبات الجوية لازم ما نتجاهلش الأمر ده خالص، وإننا ناخد وصفات العلاج من أحد من أي حد غير ما ناخدهاش من اي حد غير الاطباء المتخصصين، وانه ضروري جدا نتوجه لاقرب مستشفى او لاقرب طبيب للحصول على العلاج المطلوب. هي الحقيقه مع احنا كلنا لاحظنا في اليومين اللي فاتوا بنقوم من النوم على خنقه واللي عينيه وجعته واللي زوره وجع، وده غير يعني الناس اللي عندها امراض تنفسيه، لكن فكره انه في تراب، في تراب يمكن مش ملحوظ جوه البيت لكن بيدخل وعليكي بقى انت كست البيت كمان كل سنه لازم نقول في الفتره دي قفلي الفواصل اللي في الالوميتال كويس قوي، او اذا كان شيش حطي بيحطوا يعني قماش كده او قماش مبلول يمتص التراب. ما كانش واضح ايه، انا من الناس اللي كنا يعني اليوم مثلا هو يوم السبت والحد كان واضح جدا وكان تاثير بالليل قوي جدا، بس اكترهم اعتقد سبت والحد بالليل تحديدا كله قايم عينه كنا منظفين ويعني هامين في موضوع التنظيف، وفجاه لقيت الترابيزات كلها اتملت تراب والازاز مقفول يعني فعرفت وادركت ان كان الله في عون كل مرضى الحساسيه وحساسيه الصدر والربو، وبالتاكيد لازم نقول لحضراتكم ان ده مستمر معانا لغايه نهايه فصل الربيع 20/6، فناخد حذرنا زي ما كانت بتقول ومنى، لان هنلاقي زعابيب وتراب ورمل ورياح خمسين وايام بيضة ان شاء الله. جو غير مستقر خالص، بس ناخد بالنا ونحاول نقوي بقى الجهاز المناعي. دكتوره منى بقى ممكن تقول لنا نعمل كده ازاي عشان هي بتاعه الوصفات؟ عايزين طبعا يبقى عندنا دايما نشربها، انا دكتوره مش في الطب. لا بس منى بتركز جدا في الموضوع ده، يعني مثلا نشرب جنزبيل، حاجات دافيه كتير عشان سوائل دافيه. صحيح ما انت عارفه دكتوره هي ما عارفه كل حاجه. لا حضرتك بيبقى ليكي حاجات وكمان اللي طبعا الناس اللي عندهم ازمات يعني يبقوا جنبهم طبعا، لو بيحطوا يعني نقط في مناخيرهم او في جهاز تنفسي لحد من كبار السن، او الناس اللي عندها ازمات دايما تنفسيه خلوا بالكم، ربنا يشفي كل مريض ويعديه على خير يا رب. ان شاء الله. ورغم ذلك احنا بنحب فصل الربيع ونستمتع بفصل الربيع ونتفائل بفصل الربيع. ايه عشان اجمالك عشان برج الطوق؟ امال لا عشان مبهج الزهور والوان الشجر على طول. قالت لك طب بصوا على الوان الربيع اللي هنا جنبي دول، طب بصوا بقى على الورد الاصفر والمانجا والروز، لازم نتالق جو جامد جدا، ده خريف اللون ده. جميل جميل يا هبه، اخر شيء كمان تسلموا يا رب.